بسم الله الرحمن الرحيم، وأجمل التحايا لكل مشاهدين ولكل متابعي قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ومشوار جديد من خلال مطبخ الشروق. أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بك أحمد. أهلا بك إسراء، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بك شفنا. أهلا بك أحمد، وأهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنعمل شعرية حادقة ممكن تتاكل بدل الرز، وهنعمل بامية باللحمة المفرومة، بس مش هنعملها بصلصة، يعني هنعملها هتكون بيضة شوية. وهنعمل سلطة العدس الاسود او العدس اللي بجبة. العدس ده منقوع ساعتين علشان ما ياخدش وقت معانا على النار. واول حاجة هنعملها هنحط سلطة العدس، هنحط فيها فلفل احمر بس هنحطه مشوي. هنحطه اول حاجه في الفرن. ايوه، هندهنه بس زيت كامله كده يا شيخ، زي ما هي. ايوه، اتاكد بس ان الزيت عليها كلها. هتاخد تقريبا ربع ساعه، مش هتاخد كتير. ايوه. وتاني حاجه هنعملها، هنحط العدس على النار. طيب يا شيف، ممكن اول حاجه توري الساده المشاهدين مقادير الرز وكميات قد ايه؟ شنو هنوريهم حالا. تمام، هنحط ميه وهنحط كوبايه عدس تقريبا 200 جرام. بعد ما نبله اول حاجه هي نقعته في المويه اللي احنا بنبله في المويه. تمام، وهحط وحدتين حبهان عشان ننكل العدس، وهنتبله في الاخر، وهحط 2 ورق لورا، وهنسيب العدس. ايوه، ده كده العدس كنا نقعينه ساعتين، وبعد كده حطيناه في ميه مغليه، ميه بارده على النار هيغلي معاها. حطينا معاه وحدتين حبهان وحطينا قرنفل، وهنسيبه يغلي، ولما يستوي نقفل السلطه ونشوف مقاديرها بالظبط هتكون ايه. هننقله هنا عشان يبقى براحته بقى. ايوه، تاني حاجه هنعمل الباميه ولا نعمل الشعريه؟ عشان الشعريه تاخد وقت. نعمل الشعريه اول. نعمل طيب الشعريه. اول حاجه هنعمل ايه؟ هي سهله جدا وطعمها بجد بيبقى حلو قوي. هنحط شويه زيت، شويه حلوين، وهنحط دي كوبايه وربع شعريه. ايوه، دي من الاكلات السهله قوي وبتبقى حلوه، يعني تغيير عن الرز، ان احنا كل الاكل بناكل جنبيه رز، فده تغيير شويه بالشعريه. بالظبط، لانه كلنا بنتفق في انه الشعريه، يعني كلنا بنتفق على انها هي الاجمل دايما. بعدين الشعريه دي بنعتمدها كحال عديد، يعني عندنا الشعريه دي يمكن الليله اول مره هي تكون حاده شويه او طريقتها زي الرز، تغيير يعني برضه حاجة جديدة ممكن نجربها. دايما احنا عندنا بالسكر. ايوه، بالسكر. أيوة، باللبن، عارفة يا شيخ. ايوه، حلوة عادي عندنا في السودان، ممكن نعملها في احنا اي وقت في الفطور. احنا كمان عندنا الشعرية بناكلها حلوة. انا حطيت الشعرية، حطيتها في الزيت، وحطيت معاها ورق لورا وحبهان وليمون ناشف، وهنقلبها لحد ما تتحمر، وبعد كده هنحط المية وهنسيبها لحد ما تستوي، وبكده هتكون جاهزه. سهله جدا، ما تاخدش حاجه، وحاجه جديده كده نجربها ونشوف. الشعريه، الرز، المكرونه، كلهم ممكن يكونوا بنفس الوصفه اللي انت الان بتعملي فيها او بدأتي فيها. بالظبط، بس مش بنفس مقادير الميه، لان هي بتختلف. ايوه، الميه بتختلف شويه في الرز عن الشعريه. مش نفس كميه الميه بتتاخد. صح. وفي المكرونه المتحمره بتبقى برضو مكرونه بتتحمر، وبعد كده بنحط عليها الميه، وبتبقى برضو ممكن تتعمل بنفس الطريقه. ايوه، نبقى نعملها مره ان شاء الله. ان شاء الله. ده لما يغلي هكشف عليه شويه علشان ما يفرش. برضو احنا هنقول لكل مشاهدينا تابعونا، برضو لكل جديد وكل تغيير وكل التفاصيل الحلوة في المطبخ العربي هي هتكون موجودة معكم من خلال مطبخ الشروق. ضيفوا لنا تعليقاتكم بكل الوجبات اللي انتم حابين انها هي تكون موجودة من داخل المطبخ. نزلنا
زي ما قلنا قبل كده احنا بنحاول نعمل الحاجه بطريقه جديده علشان الناس ما تزهقش من الاكل التقليدي. ايوه بدل ناكل احنا دايما حلوه بالسكر اللي احنا ناكلها بالملح ملح بتبقى طعمه قوي قوي. ايوه هحمرها يبقى لونها ذهبي. العدس ماشي يغلي يا ده. طيب يا شيف احنا بنعمل الشعيرية دي كيف مثلا مع أكلة معينة او يعني مثلا انت هسه هنا الليله عندنا لنا عدس احنا معاها ممكن ناكله بقى ولا ممكن ده انا هعمله العدس هعمله النهارده سلطه كسلطه بارده مش كحاجه اكل تاكل بالظبط. برضو من الحاجات المفيده والناس برضو العدس من الحاجات اللي بنبقى مش عارفين ممكن يتعمل ازاي يعني احنا حافظينه بطرق معينه فهنحاول برضو ان احنا نقدمه بطريقه مختلفه عشان ننوع فيه. بس الشعريه دي ممكن تتاكل بدل المكرونه مع فراخ بانيه مع كوردون بلو مع كفته وممكن تتاكل بدل الرز. ايوه برضو ممكن يعني هي نفس الرز بس تعرف ان دي شعريه. بالظبط وممكن كمان تتعمل وبعد ما تخلص بعمل كبده سواء كبده فراخ كبد وقوانص او كبده بقري كبده بالتبعيه تتبيله احنا عايزينها وفي النهايه بحطها عليها بعد ما الشعريه ما تستوي واقلبها كده. الشعريه اتحمرت معايا لونها حلو قوي هحط نص فص ثوم مفروم الثوم لما يتحمر دايما في الزيت مع اي حاجه بديك نكهه جميله. بس اهم حاجه ان احنا ما نوصلهوش لدرجه ان هو يتحرق. انا بحطه بس بالزيت يطلع بس مجرد النكهه يكون لسه فايدته قاعده فيه كمان الثوم برضه ممكن جدا كوبايه ونص ميه وهنحط الملح سامع يا سلام صوت الفلفل وفلفل اسود الفلفل في الفرن بدا يشتغل. ايوه بس كده مش هعمل حاجه تاني هو كده حلو قوي هنغطيها وهنغطي عليها خالص هنغطيها 3 4 دقايق تغلي وبعدين هنغطي عليها خالص عشان برضو النشا بتاع الشعريه ما ينزلش فيها ويديني لون مش حلو انا عايزه في النهايه يطلع لونها اللون الذهبي الحلو. نعم فكده هننقلها بقى على عين صغيره تكون في نار منخفضه يعني. ايوه بالظبط وهي كده بدات يا دوب تغلي هنغطي عليها وهنسيبها ممكن نجيبها هنا علشان نعمل البامية هنا نطلع فاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل كده هنعمل البامية وصلنا مرحلة البامية. أيوة طب الرئيس اللي لحنا البامية باللحمة المفرومة هنعمل بامية باللحمة المفرومة. أيوة هنحط الزيت وهنعمل ايه معانا لحمة مفرومة 200 جرام ومعانا بامية 400 جرام ومعانا اتنين وحدتين بصل اخضر الجزء الابيض بس وطماطمايه كبيره. ايوه وجزر مبشور وثوم. ايوه هناخد فصين ثوم مفروم ومكعب زبده ملح وفلفل وشويه كزبره ناشفه ومش هنحط حاجه تاني ممكن نحط ورق لورا ممكن نحط حبهان هنشوف ممكن ناخد شمار برضو لان الباميه احيانا بالشمار بتكون حلوه ولا ما ممكن دي الباميه المفروكه كان مره أيوة. عملتوها بالشمار. ايوه
فأنا دائما بحب البامية، بحس إن هي صديقة الشمار دائما في كل طبخاتها أو في كل أشكالها. هاخد مش هاخد كل اللحمة، هاخد جزء بس. هاخد بس 200 جرام على البامية اللي معانا. معلقة خشبة عشان تكون جامدة شوية. هحط على اللحمة رشة ملح ورشة فلفل اسود مزيكة قوي. وهنا العدس ماشي يستوي. هنا العدس تمام. ايوه. نجيله ده بقى في الاخر خالص يكون استوى ونعمل السلطه بتاعته على طول. تمام. ممكن اقطع البصل على ما لازم بصل ابيض. البصل انا هعمل استخدم، لا ممكن نستخدم بصل ابيض بس ده هيديها طعم طبعا مختلف، بس عادي ممكن نستخدم البصل الابيض اللي عندي، بس ما افضلش الاحمر يعني. بصل اخضر يا بصل ابيض. بتقطعي البصلة كاملة اللي البيضة؟ اقطع بصلتين. كبيرة. يعني انا شايف البصل ده بيفرق بعدين في النكهه بتاعتها وفي الطعم بتاعها. طبعا البصل الاخضر بيفرق عن البصل الابيض، بيفرق عن البصل الاحمر، نسبه السكر فيهم مختلفه، الطعم مختلف، عشان كده بنفضل البصل الاحمر دايما للسلطات لان يعني نسبه السكر فيه بتكون عاليه. احمر ولا الابيض؟ البصل الاحمر. الاحمر؟ الاحمر للسلطات؟ نسبة السكر فيه عالية؟ احنا العكس، احنا بنعمل الابيض في السلطة. هو البصل الاحمر حتى لما بنستخدمه على النار شكله ما بيبقاش حلو، يعني شكله في الطبق ما بيبقاش قدايق. ايوه. بيقول لك انت على اخر البرنامج كمل مكاني. لاول مرة اعرف انه السكر عالي في البصل الاحمر. عشان كده احنا دايما في كل الطبايخ اللي بنعملها كده بنحس بانه فيها طعم سكر او ان هي طعمه. ما حسب بقول لك انه امهاتنا لما يكتر البصل هنحط البصل الاخضر. ايوه. الحاجة الكويسة انه البامية عندها كم طريقة، احنا الطرق اللي بنعرفها دايما وبنطبخها عندنا في السودان، تحديدا البامية المطبوخة، البامية المفروقة، البامية المطبوخة اللي هي بامية بالصلصة. ايوه بالصلصة زي الطاين. ايوه. والبامية فصينتو والمفروقة اللي هي الويكة، احنا بنقول عليها عندنا الويكة. الويكة عملنا هنا في حلقة البامية الطاجن وعملنا البامية الويكة. أيوة. ودلوقتي هو بنعمل البامية بطريقة مختلفة عشان زي ما قلنا يبقى دايما عندنا التنوع والتجديد موجود. في كتير يمكن يكون من الناس الان اللي بيشاهدنا على قناه الشروق، يمكن الباميه الويكه هي الباميه المفروقه اللي عملتيها انت، لكن الباميه الويكه احنا عندنا الويكه المجففه او الباميه المجففه خالص. ايوه. اول مره اعرف ان الباميه عندكم بتجففها. احنا ايوه لا احنا بنجففها خالص وبعدك نسحنها وهي بتبقى باميه ويكه، يقول لك احنا عايزين ويكه بتبقى براها والباميه بيكون طبيخها براها. ف... لازم اجي السودان. ايوه. بعدين اهم حاجه في الباميه المفروكه بالشمال لازم كسره. ايوه. يعني بدون كسره ما ينفع. بعدين ايش ايه؟ في حاجة انت ان شاء الله حتيجي السودان وحتشرفينا وحتشوفي البامية الويكة، دايما في رمضان احنا بنستخدمها كتير جدا، اللي هي دايما بتكون في ملاحات رمضان تحديدا النعيمية
الروب، التقلية، ودي الأكلات الأساسية دائما اللي هي موجودة عندنا في الطبق السوداني أو في المائدة الرمضانية تحديدا في البيت السوداني. فبتلقي إنه البامية هي مسيطرة إضافة للأبرة. شربت الأبرة؟ الحلومر؟ لا ما شربت الحلومر؟ إن شاء الله. أها. بس نص جزرة مبشورة. أيوة. حطيت البامية. عبارة عن إيه؟ الحلومر. الحلومر. الأبرة. يعني زي ما الملاحات اللي موجودة اللي بشيء ذكرت اللي هي بتكون من الويكة. برضو الحلومر دائما هو مسيطر على المائدة الرمضانية السودانية، هو مشروب بلدي بيتعمل من العيش الذرة معه كمية من البهارات والتوابل معروفة. أنا خلاص الحلقة الجاية إن شاء الله أنا حاجب لك حلومر أو أبري عشان تدينا رأيك فيه وتورينا، يعني أنا بعدك أنت من خلال يعني ممكن نعمله؟ اه طبعا خلاص ممكن نعمله في حلقه. يعني لو حاجته موجوده عندنا هو متاح. هو احنا بنعوصه زيه وزي الكسره، بتعرف الكسره؟ بنعوصه زي الطرقه تحت الكسره ويتبلى في مويه وبعدك يتصفى وبالسكر والتلج يشرب عصير. يعني بعدين أيوة. شوف يا شيخ احنا مش رمضان خلاص داخل، لازم كل بيت سوداني يكون جاهز الأبري. الأبري ده يكون جاهز من بدري. برضو لازم الويكة تكون من بدري. لأنه ده الأكل السابع عندنا في رمضان، الملاحات السودانية. الملاحات السودانية تحتاج اهتمام كامل. أيوة. الويكة يعني. أيوة. غالبية الملاحات بتاعتنا لازم الويكة اللي هي تقطع البامية دي تعمل بها. هي نفس البامية بس منشفة. أيوة هي منشفة. منشفة من بدري. تتسحن تحفظ. تكون قاعدة تستخدمها في أي وقت أنت عايزها. وإضافة ايوه إضافة لكل الحاجات اللي احنا ذكرناها قبل شويه اللي هي الاساسيه، بتضيف على الفول الفول البصري او بتضيف عليها الطعميه، بتضيف عليها الحاجات الثانيه عشان ازوده ميه. لازم يكون في ملاحظه اللي هو كل دقيقه على اساس انه احنا نعرف اذا كانت المويه شربت. انا كده حطيت طماطمايه متقطعه مكعبات كبيره وهنزود ميه. برضو هتغلي وبعد كده هنوطي عليها ونسيبها لحد ما تستوي ونتبلها في الاخر خالص. ايوه. والعدس لازم كل شويه ابص عليه علشان لو محتاج ميه او حاجه. احنا زودناه. الشعريه خلاص استوت. الشعريه لما بتخلص يفضل ان انا بعد ما اقفل عليها اسيبها متغطيه كده زي ما هي شويه. نغطي بقى الحله دي، نشوف الاول اللي في الفرن. ايوه عامله كيف؟ هوريكوا بس عامله ازاي. وهنقلبها علشان برضو تتمرن من الناحيه الثانيه وندخلها كمان. مش هتاخد كمان 5 دقايق. لازم تكون محمره بكل الاتجاهات. علشان انا عايزاها تستوي. وبعد كده هنطلعها وهنقشرها. بس لازم انا عايزاها تستوي خالص، وطبعا الشوي بيدي طعم مختلف. ممكن نعملها على النار من فوق، ممكن مفيش مشكله. بس الافضل انها تتعمل كده. او عارفين البابا غنوج؟ ايوه موجوده عندكم. ايوه اللي هي زي ان احنا بس بختار شويه بطحينه. ايوه ايوه مش قلت لك سلطه اسود؟ ايوه بس انت بابا غنوج عندنا سلطه اسود. ايوه سلطه الاسود. لما بنيجي نعملها في البيت احنا بنشويها على النار من فوق. ممكن نعمل دي زيها. ايوه بس ما نشوح، يعني ما نعملش الفلفل في طاسه. يا اما نعمله زي سلطه الاسود يا اما نعمله في الفرن. ايوه احنا عايزين نغطي هنا على زي. نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل، خليكم قاعدين.
من جديد واهلا ومرحبا بكل الناس اللي انضموا لي المتابعه. واحنا داخل مطبخ الشروق شيف آية، الحصل شنو؟ كده الفلفل خلاص، أيوة. الشعريه معانا استوت، وهنرجع برضو نقول عملناها ازاي. ده العدس، العدس كمان معانا هنصفيه كده خلاص. هو كده خلاص تمام استوى، بالحال انه كان يعني مبلول يعني فتره، لو ما كان انه يعني انت نقعيه في المويه معناه ما كان حينضجط بسرعه. اه هياخد وقت اطول. ايوه نصفيه هنا. برضو ممكن نقول احنا تاني عملنا ايه هنا. احنا هنا العدس كان منقوع ساعتين، حطيناه في ميه بارده على النار غلي، حطينا معاه قرنفل سوري، حطينا معاه حبهان وورق لورا وليمون ناشف، وبعد كده استوى وصفيناه. هناخده في البوله اللي هنجهز فيها بقى السلطه. ايوه ده كده اول حاجه في السلطه معانا. هنبدا نتبله، هنحط شويه كمون على ال 200 جرام عدس، هنحط معلقه الا ربع كمون ونص معلقه كزبره. ايوه شمار وكزبره. ايوه ومعلقه خل، معلقه كبيره خل. نحدقه ايه؟ نحدق. أيوة. شويه. ايوه وعصير ليمونه، عصير ليمونه كامله. وهنحط رشه سماء بسيطه، نحط الملح بتاعنا والفلفل الاسود، وهنحط فص ثوم فريش كده. ايوه مفهوم. وهنقلبهم كلهم مع بعض، نشيل بقى ايه الحبهان عشان ما يجيش تحت سنان حد. ايه ده يا ريما؟ اهم حاجه نبقى فاكرين احنا حطينا كام حبهانيه. حلوة قوي. أيوة. الليمون مع الخل مع التوابل بتاعته، عارفه هتسيبه يبرد شويه علشان باقي الخضار اللي هنحطه عليه. نشوف الفلفل وهو بارد وهي سخنه ما ينفعش. نشوف الفلفل الفلفل كده حلو قوي استوى اهو كده مظبوط. هنعمل ايه برضو؟ هنسيبه شوية يبرد، خليه هنا، هنسيبه شوية يبرد لحد ما نقطع الفلفل الاخضر. ايوه هنقطعه نفس التقطيع، احنا هنقطع الفلفل الاحمر مكعبات، فهنقطع ده برضو مكعبات. هل ده اللي هنحتاجه من الفلفل ده مع السلطة بتاعت العدس؟ بالظبط مع السلطة. نقطع مكعبات مش كبيرة، نقطع صغيرة عشان حجم العدس صغير. وهنشيل ده طبعا عشان احنا قلنا قبل كده ان الابيض ده بيمرر. ايوه عارفة شيف اي ذكرتين بالعدس اللي فيه بهارات اللي هي البليلة العدسية، برضو هي من يمكن يكون من الحاجات المهمة جدا والأكلات السودانية المهمة في البيضة الرمضانية. فبتلك كثير من البيوت السودانية ما بعد الإفطار طوال البليلة بدل توكل بالسكر يضيفوا لها حبة ملح حبة بهار. البليلة العدسية الحمراء عندنا بليلة حمراء العدسية الكبيرة، البليلة اللي بتكون عندنا هي نفسها، فبرضه بتتاكل برضه بالليمون وبالشطه. انا هسه كنت اسالك اقول لك انك حتكب ليها غير الفلفل شطه حمراء؟ لكن العادي عندنا بتكون هي بس مسلوقه ومعاها شويه ملح وخلاص بس. حتى مع البلح هو هنا انا مش هحط شطه، بس هنا يعني ده اختياري، اللي حابب يحط شطه هيحط فيها مفيش مشكله. ده بقى نلبس جلوفز. عندنا برضه بالكبكبه. ايوه اللي هو زي الحمص. الايه؟ الكبكبه. الكبكبه عندنا اللي هو الحمص عندكم. ايوه فالحمص لازم برضه يتسلق كده وتحط عليه شويه ملح مثلا، نحط فيه توابل كثيره برضه بتتاكل، بتكون حاجه ظريفه. ان شاء الله هنعمل سلطه حمص مع بعض، هنعملها حلوه ان شاء الله. عندكم الطماطم المجففه؟
أيوة. أهم حاجة بين الناس الغريب والناس اللي كده عندهم حاجة دي سأبقى. أيوة أهم حاجة على إنه في موسم الطماطم وهو الموسم ده تحديدا البيوت كلها السودانية بتجفف الطماطم بتشتري الطماطم بتجففها برضو موسم برضو. البصل بنجيب البصل نجففه نسحنه خليه مسحوم مجفف الطماطم نجففها نسحنه وممكن تكون بعد كده ممكن تدق في الهون أو تسحن بس تنسحن. احنا نعمل بقى وصفات بالطماطم المجففة انا بعشق أيوة. الطماطم المجففة صراحة هي طعمة عندنا أيوة. طعمة جدا كتيرة صح ايوه كتيرة شديد الفلفل نخلي بالنا عشان بيبقى سخن قوي فبالراحة يا اما نسيبه يبرد خالص تحبس كده برضه ممكن نشف الفلفل عارفة كده في بعض الناس بتنشف الفلفل بشيل القشرة بتاعته وباخد الصوص الزيت ده مع اللي نازل من الفلفل ده باخده بحطه على السلطة وما بحطش عليها زيت خلاص تاني نقشرها القشرة بتاعتها بتتشال بسهولة قوي حلو شديد نشيل البذره بتاعتها لا طبعا عشان مش لطيف انها تكون موجوده هناخد الزيت ده ننزل بيه هنا بعدين فيه طعم اللي ايوه في طعم الفلفل ايوه دي هنقطع الفلفل مقطعات صغرها شوية عشان تكون نفس حجم الفلفل ده لازم يكونوا بالتساوي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر بالتساوي كحجم وتقطيع أفضل يعني أيوة. يكون حجمهم واحد عشان وأنا باكل بيطلع لي في المعلقة كل مكونات طبق السلطة أيوة. ما يبقاش معلقة بيطلع لي فيها حاجة ومعلقة تانية لأ وهناخد الفلفل ده هسيب الحتة دي عشان أحطها في الآخر وعشان ما تتهريش وانا بقلب السلطة هناخد السلطة نقلبها سلطة غريبة وجديدة أيوة. بس هي من الحاجات الحلوة قوي لان الفلفل المشوي بيدي طعم دي الميزة اللي هي دايما يعني موجودة في الطبايخ في المطبخ العربي التميز فيه انه يعني بيديك افكار جديدة وخلطات جديدة بتفاصيل ايوه بتفاصيل مختلفة عن اللي احنا دايما بنعملها في بيوتنا السودانية ممكن الطبق الابيض اوكي نزل السلطة ونقطع فلفل ده نحطه على الوش عشان برضو اللي تقلب مع العدس ايوه مش ظاهر قوي فده يدي كده شكل فاتح للشهية التشكيلة مهمة أيوة. أيوة. الشكل بيفتح شيء الزول بحس انه كده عايز ياكل بجوع أيوة. حتى لو ما جعان احيانا في اطباق كثيره جدا انت ممكن عندك فيها اي ميول او انت ممكن تقدر تاكلها لكن من خلال وضعها الجميل وشكلها الجميل بيخليه على انك انت متلهف متابع انك تتناول الطبق ده واخر حاجه هنحطها او مش اخر حاجه قوي بس يعني هنحط الجبنه بيتا يفضل تبقى ملح خفيف عشان ما تاثرش على طعم السلطه قوي بتدي طعم خطير احنا برضو ممكن نعمل جبنتنا السودانيه نفسها زي نفس الماسكه أيوة. نفسها ممكن تديها نكهه حلوه بالظبط الجبنه ملحها خفيف ولا
الحادقة في نوعين، الحادق شديد وفي بيكون عادي يعني ملح ما زايد. اي جبنه موجوده تستخدم، يعني احنا مش عايزين نعقد المواضيع، احنا بنحاول نعمل افكار جديده من الحاجات اللي موجوده في البيت عندنا. ايوه بابسط المكونات اللي هي موجوده عندنا ومتوفره ايضا. جبنه موجوده في البيت، جبنه السودانيه العاديه دي اللي هو موجوده في الثلاجه باقي عشا باقي بتاع بتشرب. انا اوقات بعملها في البيت من الجبنه القريش، الجبنه القريش بتاعتنا. الجبنة ده لمسة كده جميلة وشكل حلو. شكل حلو نعم. بعدين نشوف الطعم. دي آخر حاجة شوية كزبرة خضراء. كمين. ده كده خلص الطبق ده. ده كده خلاص. وده كده كان طبق السلطة معانا، كان عبارة عن عدس اسود او عدس الجبة مع فلفل رومي احمر مشوي في الفرن، وبعد كده قشرناه وقطعناه، حطينا على العدس بعد ما اتسلق ثوم مفروم، ملح، فلفل، كزبره، كمون، شويه سماق وبس، ليمون وخل. ايوه وقلبناهم حلو، وبعدين حطينا معاه فلفل اخضر، من الفلفل الاخضر رومي قطعناه، وفلفل من اللي احنا شويناه قطعنا حته وسيبنا شريحه عشان تبقى على الوش، وقطعنا مكعبات الجبنه الملح الخفيف او الفيتا وحطيناها عليها من فوق، وشويه كزبره خضر. نعم. وكده اول طبق معانا خلص، ونشوف تاني طبق. الطبق الثاني الشعريه. اها هي الشعريه. ايوه الشعريه المالحه بالظبط. ممكن يكون اسرع طبق هو طلع سريع جدا. الشعريه. الشعريه ايوه حقيقي. هنشيل طبعا الحبهان وورق اللورا واي توابل احنا حاطينها. ميزه الشعريه ولسان عصفور ان الحاجات دي بتظهر على الوش على طول. ايوه مش زي الرز بتبقى مستخبيه جوه. ايوه وهنقلبها قبل ما نغرف. سخنه كده عشان ايوه حاجة حلوة شديدة جدا. الحاجة الكويسة انه دايما ورق الغار بيدي رائحة جميلة للأكل ايا كان شكل الطبخة اللي انت عايز تميز بها أكلك. وهنحط عليها وحدتين عين جمل ده اختياري. وده كان تاني طبق معانا، كانت الشعرية اللي قلنا ممكن نجرب نعمل حاجات جنب الأكل غير الرز وغير المكرونة. الشعرية كانت عملناها بسيطة جدا وسهلة، شعرية حمرناها في شوية زيت، وبعد ما لونها بقى ذهبي حطينا ليمون ناشف وحطينا حبهان وحطينا ورق لورا، وبعدين حطينا المية وغليت 3 دقايق وغطينا عليها خالص 7 أو 8 دقايق، وطفينا وسبناها مقفول عليها 10 دقايق لحد ما استوت وطلعت بالشكل ده. ممكن نحط عليها مكسرات، ممكن ما نحطش، ممكن نعملها بخضار، ممكن هي بديل للرز، يعني لو بنعمل رز بالخضار ممكن نعمل شعريه بالخضار، ممكن نعمل كبده بره زي ما قلنا ونقلبها فيها في الاخر. فكل دي حاجات احنا مجرد ان احنا بنفتح بس الشهيه. ايوه الدماغ ممكن تروح لفين وممكن تعمل ايه. نطلع فاصل بقى ونرجع نشوف الأستاذ. طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف من جديد كل التفاصيل اللي حتكون معانا من مطبخ الشروق. كده نكون رجعنا لكم بعد الف...
الفاصل، تعالوا معنا نشوف الحاصل. أيوة نشوف بقى البامية. دي البامية احنا عملنا قبل كده البامية بالصلصة، وعملنا قبل كده الويكة او المفروكة. أيوة. أيوة. ودي البامية حبينا نعملها بشكل مختلف. هي كده بالطماطم لكن ما بالصلصة، ما فيش مش طماطم. لا أيوة. احنا طماطمية بس قطعنا ما فيش صلصة ولا أيوة. عصير طماطم ولا حاجة. احنا شوحنا اللحمة وحطينا عليها بصل اخضر، وحطينا البامية، وحطينا نص جزراية مبشورة عشان تدي تيست حلو، حطينا الثوم، وبعد كده حطينا مية، وحطينا طماطمية متقطعة مكعبات كبيرة. ودلوقتي بقى هنتبل، هنحط ملح وفلفل اسود. ايوة. وكزبرة ناشفة، معلقة كزبرة ناشفة. وهنرجع نحط تاني ثوم فريش علشان يفضل مديني نكهة، فصين ثوم مفروم. بتاخد كم يا شيف في النار؟ خدت تقريبا 35 دقيقة. ايوة. هنقلبها بقى حلو. ممكن ندوق برضو عادي مش عيب. طلعت كيف؟ حلوة قوي. رهيبة. ما هي مدية ويكا ولا هي مدية بامية؟ لا حلوة. أيوة. ممكن نسيبها تتقل شوية، وممكن نحطها في طاجن وندخلها الفرن تنشف. ممكن ناكلها كده تتاكل جنبها رز، جنبها الشعرية اللي احنا عاملينها يعني زي ما حابين بالعيش. زي ما حابين. انتوا اكتر عندكم بتاكلوا الحاجة بالعيش ولا بالرز؟ بالعيش اكتر. يبقى هناكلها بالعيش. كمان دي لو لقيت لها عيش بلدي كده يا سلام، بهريت كده طالع من العيش. ايوه من الفرن سخن كده يا سلام. كده ريحتها بجد حلوه، سيطرت على المطبخ تماما. ايوه. جت في بالي فكره كده دلوقتي ان احنا ممكن نرش رشه نعناع، بس حسيت اني لا خليها كده زي ما هي. ده كانت الباميه حلوه، ريحتها بجد حلوه وطعمها حلو. انا اتمنى انكم تجربوا الوصفات وتقولوا لنا رايكم ايه. وبنحاول زي ما قلنا قبل كده وهنفضل نقول، احنا بنحاول نعمل وصفات من الحاجات اللي موجوده في كل بيت سوداني او في كل بيت عربي او في كل بيت مصري. مكونات موجوده سهله وبسيطه، بنحاول نعملها بشكل جديد وبشكل مختلف. والتجديد مش وحش. أيوة. التجديد حلو. أيوة. والاختلاف مطلوب. فانا اتمنى انكم تجربوا الوصفات وتبعتوا لنا صور، وتبعتوا تقولوا لنا حتى لو ما عجبتكوش ابعتوا قولوا انكم جربتوها وما عجبتكوش، ونجرب نعملها مره ثانيه بطريقه مختلفه وبشكل مختلف، وان شاء الله تعجبكم. ابعتوا لنا قولوا لنا مقترحاتكم، اسئلتكم، عايزين تسالوا في اي حاجه، عايزين وصفات معينه نعملها، عايزين تسالوا في اي وصفه حتى لو اتعملت قبل كده، حد جرب وصفه وباظت منه، حد جرب وصفه وضاف عليها حاجه وطلعت احلى. أيوة. قول لنا برده واحنا نجربها. وكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده من مطبخ الشروق على قناه الشروق. عملنا الشعريه الحادقه، وعملنا سلطه العدس البني او العدس الاسود او العدس الجبه بالجبنه الفيتا والفلفل المشوي في الفرن، وعملنا الباميه بالطريقه الجديده دي. وان شاء الله نشوفكم على خير، ويا رب يكون رمضان كريم معاكم وشهر الخير وشهر البركه، ويعود عليكم يا رب جميعا بالصحه والعافيه. و ما فيش حاجة تانية أقولها؟ احنا نقول لك ربنا يديك الصحة والعافية. وإن شاء الله كل الناس اللي بتتابعنا دائما زي ما قالت لكم الشيف، أي زول عنده اقتراح جديد، عنده إضافة جديدة، ما عليك إلا ترسل لنا أو تورينا إضافاتك وترفع لنا الصور كلها اللي بتصورها من خلال الأكلات أو الوجبات اللي أنت جهزتها، وأكيد بالهنا ليكم. شكرا لك يا أسراء. شكرا لكم. وصلتوا معنا لحد نهاية فقرتنا ونهاية حلقتنا، بتمنى تكونوا استفدتوا، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.